في شاب اسمه اسلام وهيب. اسلام عنده شغف كبير جدا بالتاريخ، خاصه تاريخ مصر. كان بينزل يلف في الشوارع ويزور المعالم ويدخل في الدهاليز بقى والحاجات التفاصيل اللي يمكن غايبه عن ناس كتير. عشان كده كان كل هدفه في الموضوع ان هو يتعرف على تاريخ مصر، يتعرف على ادق التفاصيل، على الحكايات اللي موجوده. ومع الوقت الشغف ده زاد وقرر ان هو ينقل كل اللي اتعلمه وعرفه عن التاريخ ينقله بقى للناس. اسلام بالفعل اسس مبادره اسمها مبادره اعرف بلدك. اسلام بينظم رحلات للشباب والاطفال وكمان للمهتمين بالتاريخ وبالثقافه وبيعرفهم فيها على تاريخ البلد. خلينا نشوف اسلام بيعمل ايه ونرجع تاني نكمل كلامنا معاك. اعرف بلدك هي مبادرة هدفها تنشيط السياحة الداخلية والارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشء، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث، وهو ما يجعل السرد والشرح مختلفاً، علاوة على أنه يساعد على التذكر وسرعة التخيل والإحساس بالتاريخ وعظمته. بدأت فعاليات المبادرة في شهر أكتوبر عام 2020، وفي خلال هذه الفترة استطاعت المبادرة تنظيم أكثر من 40 فعالية وجولة أثرية تضم التاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي، إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي في كافة محافظات مصر. ومن خلال هذه الفعاليات المجانية في الشرح وسرد التاريخ تمكنت المبادرة من عمل مجتمع صغير، وهو عبارة عن أدمن المعرفة والاطلاع، وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال، وهو ما يحتاج إلى وجود منظمين متطوعين لتنظيم الفعاليات التي تزايدت في الآونة الأخيرة وتخطت 70 مشاركاً. احنا دلوقتي معانا عبر زوم مؤسس مبادرة، معانا اسلام وهيب. اهلا بك يا اسلام وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وعلى احسن ناس في الدنيا. باشمهندس اسلام، ايه الحكاية بقى؟ انت اصلا مهندس ميكانيك، جت منين بقى قصة التاريخ واللف وتنشيط السياحة وكل التفاصيل دي؟ هو في البداية انا قبل ما ابقى حد بيتكلم عن التاريخ، هو انا حد عاشق اصلا للتاريخ، تمام؟ وبقالي سنين كتير جدا بقرأ فيه، زائد ان انا اصلا عامل روايات، 8 روايات، حوالي 50% منهم بتتكلم عن التاريخ، مش بس التاريخ المصري، التاريخ بشكل عام. ولكن المبادرة بتاعت اعرف بلدك بدأت معايا من 2020 في اكتوبر تحديدا، لما لقيت الناس بتتكلم، هو مثلا شارع زي شارع المعز، منطقة زي منطقة الدرب الأحمر، منطقة زي منطقة الجمالية، المناطق دي أصلا إيه الآثار اللي فيها؟ وهل فيها آثار فعلا؟ وإيه التاريخ اللي شاهد عليها؟ فلقيت إن في ناس كتير بتنزل أماكن زي دي بس ما عندهاش خلفية تاريخية اللي هي بيها تقدر إن هي تعرف المكان ده مثلا إيه هي القيمة الحقيقية بتاعته؟ وإيه التاريخ اللي وراه؟ فمن هنا فكرت فكرة بقى المبادرة، إن أنا أستغل الموضوع بما ان انا كاتب واوريدي ليا قراء واوريدي ليا ناس، ان انا انزل بالناس ديت وابتدي ان انا اعرفها جزء مهم على التاريخ بتاع مصر. المبادره بتاعتي بتاعت انت اللي بتنزل بيهم يا اسلام؟ ايه يا فندم؟ حضرتك اللي بتنزل بيهم، حضرتك يعني اللي بتاخدهم وبتشرح؟ تمام. ده حقيقي، انا اللي بنزل بيهم وانا اللي بشرح وانا اللي بعمل كل دوت. اتفضل. طيب باشمهندس اسلام، الموضوع بدا معايا بالتاريخ الاسلامي، وبعدين دخلنا اماكن خاصه بالتاريخ المصري القديم والتاريخ المسيحي والتاريخ البطلمي. والموضوع مش مقتصر بس على القاهره، بل ان هو في محافظات كتير، رحنا رشيد، رحنا اسكندريه، رحنا الفيوم. الفيوم على فكره من المناطق اللي فيها التاريخ قوي جدا، بس احنا عاده فكرة الفيوم بالنسبة لنا بتبقى في وادي الريان أو في الجزء الترفيهي، بس في خلفية تاريخية كبيرة جدا. فمن هنا بدأت أفكر بقى في فكرة اعرف بلدك، اللي هو احنا بننزل أماكن نعرف الناس التاريخ نفسه بتاع البلد وبتاع عظيم. المنطقة. اتكلمت انت عن شارع المعز وكمان عن شارع الدرب الأحمر، لسه امبارح كنا بنتكلم انه تم افتتاح مسار الدرب الأحمر فيه 12 أثر، ف هيحتاج طبعا مجهود منك خلال الفترة اللي جاية في تعريف الناس بهذه الآثار الموجودة في مسار الدرب الأحمر. عايز أعرف طريقة تنظيم الرحلات دي. اتفضل.
انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ان شاء الله عندنا جوله يوم الجمعه اللي جايه في الضرب الاحمر اصلا. عظيم، كويس. طيب استعدت لها ازاي؟ يعني جهزت الرحله ازاي واستعديت لهذه الجوله ازاي في القراءه عن كل هذه الاثار الموجوده في الضرب الاحمر؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هو القراءه عن منطقه الضرب الاحمر او عن الاماكن اللي موجوده في الضرب الاحمر زي مثلا مجموعه خير بك او مثلا الجامع الازرق المشهور باكسنكر او مثلا مدرسه السلطان ام السلطان شعبان، الحاجات دي مش لما باجي مثلا اطلع النهارده ايفنت او اطلع النهارده رحله مش ببقى مجهز من دلوقتي، الكلام ده انا قاريه من زمان جدا، بس الفكره ان هو يتحط في اطار قصصي علشان الناس يبقى عندها قابليه ان هي تاخد المعلومه. صحيح، احنا دايما عندنا مشكله في التاريخ طول حياتنا ان التاريخ بيتقال لنا كماده ادبيه صريحه ان سنه كذا حصل كذا وان سنه كذا حصل كذا، في حين ان مثلا العقل البشري بياخد المعلومه من القصص اكتر، وعلشان كده كانت حكمه ربنا سبحانه وتعالى في الاديان السماويه ان كان الموضوع اغلبه كان قصص، والقصص كان الهدف منها تعليم ولكن هو تعليم غير مباشر. هي نفس المنهجيه دي اللي انا بتبعها في المبادره بتاعتنا، احنا لما بننزل اي مكان بنحكي عن الشخصيه اللي خاصه بالاثر وعن الاثر نفسه وعن التاريخ اللي مر بيه الاثر، زائد باسلوبك ان بقى في اللي بعض كتبت بيه الاثر الروايات واسلوبك القصصي يا باشمهندس. باشمهندس، احنا بالظبط. عندنا اكتر من مبادره اسمها اعرف بلدك، اسم يعني جاذب قوي، واسم كل المبادرات دي اعتقد انها ده بتفيد حقيقي بعض، مش بتتنافس، لا بتتكامل. أكيد طبعا طبعا. بص حضرتك، هو كل ده في الأول أو في الآخر بيفيد فكرة الوعي الأثري والتاريخي لقيمة البلد اللي احنا عايشين فيها، ده بيعزز من فكرة الهوية وبيعزز من فكرة الوطنية، لأن التاريخ مهم جدا عشان يعرف الناس قد إيه البلد دي عظيمة، قد إيه البلد دي حصل فيها اختلاط كتير جدا 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 من ثقافات، سواء كان أيام المصريين القدماء أو أيام الأشوريين أو أيام اليونانيين أو حتى في العصور الإسلامية. مصر كانت مرتين على مدار التاريخ عايزينها تبقى مهد للخلافة، سواء كانت الخلافة العبيدية أو حتى الخلافة السنية. مصر قعدت 267 سنة في عصر المماليك هي الخلافة السنية العباسية الرسمية، كان الخليفة موجود هنا بأمر من بيبرس البندقدار وكان الخليفة العباسي موجود. السلطان المصري تفاصيل في عصر كتير المماليك، عندك يا باشمهندس اسلام، سعداء بوجودك معانا. ربنا اسلام يخليك. وهيب، مؤسس مبادرة اعرف بلدك، شكرا جزيلا لك.